السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ الفيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو مش تنسى اللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانتظروا فيديوهات كتيرة أو يلا نبدأ الفيديو. فكرة الفيديو اللي انا هجيبها لكم، هجيب لكم تجمعات سامر المدني الجزء السادس، هجيب لكم تجمعات سامر المدني الجزء الكام السادس. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو دوس لايك على طول كده واشترك في القناه. لو في فيديو عايز اتكلم عليه تحت بقى في التعليقات ان شاء الله اشوفه وارد عليكم. لو انت عايزين من اي طلب شوف بقى في الواتساب، رقم الواتساب هتلاقيه في الواتساب وهتلاقيه في القناه، هتلاقيه في كل حته، كلمني واتساب وانا هرد عليك ان شاء الله. ولو عايز من اي حاجه كلمني برده واتساب واي حاجه. يلا نبدا الفيديو، يلا نشوف اول فيديو. الارض انت احسك تطلع من عرفنا بنفسك معكم. يلا شوف تاني فيديو. سامي انت بتعمل ايه يا عم؟ متصور بتعمل ايه؟ ها مالك يا عم؟ يلا ننزل تابل بسي. يلا شوف تالت فيديو. يا بتعبت من الايام، كل ما بفرح علي الام، حتى السنة بتعد دوام والعمر يضاع، صحبة شمال عايزة تواني، كل ما ببعد مش بتسيبني، مركز مش مرتاح. يلا نشوف الفيديو الرابع. الريح صحيح جامدة عافية، بس انا زلزال وقادر اي حاجة اهدها. يلا نشوف الفيديو الخامس. اهو اخد الشر وراح، احنا نشغل ولا يشغلنا غيرك، يتمنى يكلمنا في غيابنا ده مش هترتاح. كده خلصنا الفيديوهات كلها بتاعت التجمعات سامر الميداني الجزء السادس. لو في فيديو عايز اتكلم عليه تحت بقى في التعليقات. وريت يا جدعان الفيديو ده يا جدعان يجيب 300 لايك، يا ريت يعني في الاول كده عشان اعمل لكم جيم وتالت ورابع، وتساعدوني ان تشجعوني ان اقدم وانزل في اقرب وقت. واحنا كده خلصنا الفيديو، مش تنسى اللايك والاشتراك في القناه ليصلك كل جديد، وانتظروا فيديوهات كتير قوي. لو في فيديو عايز اتكلم عليه تحت بقى في التعليقات وانا ان شاء الله اشوفه. لو انت عايز مني اي طلب كلمني واتساب، هتلاقيه برده في الوصف وهتلاقيه في القناه. ويلا سلام.